وعليكم السلام ورحمة. معكم محمد كباقة من قناة كباقة تي في ال ونقطة يعني نقط شتيمة، يعني أنا قلت قال وبعديها شتيمة، بس قلت شتيمة في سري. رانيا يوسف لما سألوها هتتحجبي مش ناوية تتحجبي، قالت لك يا ساتر يا رب، ليه هو أنا مش مستورة؟ والله أنت شتيمة كده برضو ما ينفعش اقولها عشان قناة اليوتيوب بتتراجع دلوقتي، فما اعتقدش ان اليوتيوب هيرضى يشغل حد عنده بيشتم رانيا يوسف ويعني وكده يعني. فاخت رانيا يوسف عنك ما اتحجبتي، الحجاب مش هتزوديه لما تتحجبي، انت اللي هتتزودي لما تتحجبي. ويا ساتر ليه يعني الطرحة دي هتزود مني ايه؟ طرحة هتزود منك ايه؟ يعني حاجة كلمة بمناخيري كده، وانا كده مش مستورة وبتسكت، وانا كده مش مستورة. لا انت مش مستور، انت زي ما فهمتي انت شايفني لابسة مايوه، والله انا شايفك مش لابسة، وانا شايفة نفسي من غير حجاب احلى، والله انت من غير هدوم احلى خالص يعني الصراحة.